أهلا بكم في سلسلة إلكتريكال باور، الكول الكهربية لطلبة هندسة والكل مهتم بالكهرباء، إعداد المهندس كرولس رفعت. اهلا بكم في الحلقه الثانيه من ستار تو دلتا كونكشن. قلنا ستار يطلق عليها رمز واي، ودلتا يطلق عليها مثلث او حرف الدي او مش كونكشن. وخلي بالك كلمه ستار معناها ان الجنريتور هتوصل ستار، ودلتا اللي هنا دي معناها ان اللود هتوصل دلتا، عشان كده بقول ستار تو دلتا كونكشن. وهنشتغل على الكت صغيره وهنغطي اتنين كيسز، مره اللود يبقى بالانسد لود ومره اللود اللي هنا يبقى انبالانسد لود. هنبدأ بعرض سريع لـ 3 phase AC power panel، بمعنى هنشتغل على الكت الصغيرة ذات التيارات والفولتات الصغيرة، وهنبدأ بعرض سريع للوحة القدرة الكهربية ذات التيار فروق الجهد ثلاثي الأوجه. خلي بالك هنشتغل AC و 3 phase كمان، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنشتغل على الكهرباء المنزلية 225 فولت RMS AC أو 390 فولت لاين RMS، بمعنى لاين تو لاين AC. طبعا احنا خدنا في التجربة اللي فاتت ازاي وصلنا ستار بستار، ستار جنريتور بستار لود. النهاردة هنشتغل برضو ستار جنريتور مع دلتا لود. طبعا ده الجنريتور عندنا، اول حاجة احنا قلنا بنشغل الكت من هنا، ده اول حاجة. بعد كده الجنريتور 3 فيز اهو بنشغله من هنا. نبتدي نشوف الجنريتور عندنا متوصل ستار، ده ديفولت جاي ستار، وطبعا طرف النيوترال في النص. ادي لاين واحد لاين اتنين لاين تلاتة، ده الجراوند بتاع الجنريتور. اقيس الفولت بتاع الجنريتور كفيز ولاين، بقيس الفولت عندي ان انا بظبط هنا الفولتميتر على وضع فولت اي سي زي ما انتم شايفين كده، لازم اتاكد انه اي سي، واجي هنا على الطرف الاحمر خلاص، ده خاص باللاين ومع مع الجراوند، يبقى كده انا بقيس الفولت بتاع الفيز مديني تقريبا 7 فولت. اللاين الثاني مع الجراوند هيديني 7 فولت، ده الفيز. لاين 3 مع الجراوند ده هيديني 7 فولت، يبقى الفولت بتاع الفيز الخاص بجنريتور 7 فولت للثلاثه متساويين. طب عايز الفولت بتاع اللاين الخاص بجنريتور، احط بين لاين 1 ولاين 2 تمام، مديني 12 فولت. بين لاين 1 ولاين 3 12 فولت، باللاين 2 ولاين 3 12 فولت. وفعلا هنا هنلاقي كاتب هنا 7 فولت، دي الفولت الخاص بالفيز، و12 فولت ده الفولت الخاص باللاين تمام. طبعا هو بيقول لي 50 هرتز، ده مين الجنريتور عندي. هبتدي اوصل هنا كده عشان اطلعه على الكت، ادي الطرف ال1 ال2 ال3، وعندنا كمان الجراوند تمام. احنا شرحنا قبل كده ستار، النهارده هنشتغل دلتا. الدلتا عندي اول حاجه بالانسد لود، بالانسد لود يبقى عندي ثلاث مقاومات متساويين 1 كيلو. عشان اوصلهم دلتا بوصلهم على هيئه مثلث تمام، مثلث كده، واخد كل راس من المثلث دي اوصلها باللاين بتاع الجنريتور تمام. طبعا عشان اوفر الكلام ده على الكت هيبقى صعب، يبقى دي اسمها دلتا، دلتا او حرف الدي او الدي او المثلث. هنوصلها ازاي؟ ادي عندي اللود الاولاني 1 كيلو بين النقطتين، وادي برضو اللود الثاني بين نقطتين، وادي اللود الثالث بين نقطتين اهو. هنبتدي نوصل. انا بوصل المثلث ازاي او اوصل دلتا ازاي؟ ببساطه بوصل ادي اللود الاول، نهايه اللود الاول ببدايه اللود الثاني، نهايه اللود الثاني ببدايه اللود الثالث، نهايه اللود الثالث ببدايه اللود الاول. كده انا عملت مثلث عندي او دلتا او يطلق عليها دي. هبتدي اوصل رؤوس المثلث، ادي راس للمثلث ودي راس ودي راس، اوصلها بمين؟ باللاين عندي. يبقى اول حاجه اخد نقطه من المثلث، راس المثلث الاولانيه مع اللاين الاول تمام. ادي الثانيه راس المثلث الثاني مع لاين 2، راس المثلث الثالث مع ال 3. طب الجراوند لا مش هتوصل، لان الدلتا ثلاث اطراف بس، ثلاثه واير بس، الجراوند ما فيش جراوند للدلتا او ما فيش نيوترال للدلتا تمام. فالجراوند بتاع الجنريتور هنا مش هحتاجه. هنبتدي نقيس الفولتات والتيارات في كل فيز وكل لاين. ركز معايا كده، انا هقيس الفولت بتاع الفيز على اللود واحد زي ما قلنا. هنجيب نفس الافو، ادي نفس الافو ما فيش اختلاف، هنجيب طرفي الافو. ركز معايا كده عشان نقيس الفولت الخاص بالفيز باللود. يبقى اعمل ايه؟ بين النقطة الأولى الخاصة باللود الأول، بين بداية اللود الأول ونهاية اللود الأول تمام؟ الفولت طالع كام؟ 12. يبقى جهد الفيز الخاص بالدلتا بيساوي جهد اللاين الخاص بالجنريتور عندي تمام؟ كده أنا إيه؟ جبت الفي فيز على اللود الأول. الفي فيز على اللود الثاني يبقى بين الفيز الثاني أو على اللود الثاني بين بدايته ونهايته، أقيس الفولت تقريبا طالع كام؟ هيطلع المفروض 12 برضو بالظبط، 11.4 عشان متساويين برضو. ده على الفيز كام؟ دي على الفيز الثانيه. هروح للجهد اللي على الفيز الثالثه،
يبقى اجي بين النقطه دي والنقطه الثانيه هنا دي مشتركه اهي، يبقى على اللود الثلاثه بدايته ونهايته يطلع لي تقريبا 12 برضه. يبقى الثلاثه متساويين في البالانسد لود، احنا قلنا شغالين بالانسد لود للدلتا. الفي فيز الخاص بالدلتا عندنا في الثلاثه متساويين متساويين، وكمان الفي فيز الخاص باللود بيساوي في لاين الخاص بالجنريتور عندي، لان انا لو مسكت اي لود كده، بص كده اي لود بدايته ونهايته، ادي بدايه اللود الاول، ادي بدايته مع ال1، واللود الاول نهايته مع ال2، فالفي لاين هنا الخاص بالجنريتور هو الفي فيز الخاص باللود، تمام؟ الكلام ده ينطبق على الثلاثه، تمام؟ ده مين بالنسبه للجهود في البالانس اللود. هنقيس التيارات، هنقيس تيار الفيز وتيار اللاين عندي في الثلاثه. ركزوا معايا كده، هجيب فولتميتر هقيس بيه التيار. اول حاجه هروح للفولتميتر اظبطه على ملي امبير، وما انساش طبعا هيبقى اي سي، يبقى اضغط على فانكشن عندي هنا كده، يبقى كده اي سي كده، دول الاثنين بروب الخاصين بالاميتر. هقيس تيار الفيز، يبقى اجي افتح مسار الفيز، يبقى مسار الفيز ده افتحه هنا، اجي احطه في اي نقطه كده واجي اوصل كده الاميتر توالي مع الفيز، هو اللي بيقفل مسار الدايره. بصوا كده تقريبا طالع 13.8 او 14. ليه؟ لان قلنا جهد اللاين هنا مع الجنريتور، جهد اللاين مع الجنريتور اللي هو كام؟ 12. هو نفس جهد الفيز اللي هو 12. 12 على 1 كيلو المفروض تطلع تقريبا 12 ملي امبير. هو في الرينج تقريبا طالع كام؟ تقريبا 14، تمام؟ هرجع الفيز الاولى زي ما هي. هروح للفيز الثانية، أنا عايز طيرها، عايز طيار الفيز الثانية، يبقى أفتح الفيز الثانية، الفيز الثانية دي أفتحها هنا أهو كده، أحطها في أي نقطة، هقيس تيارها توالي زي ما أنتم شايفين كده، أدي التيار، قفلت مسار فيز 2، تقريبا طلع زي ما توقعنا 12 ملي أمبير، تمام؟ طبعا الاختلاف صغير ده بسبب تولرنس، المفروض التلاتة يبقوا متساويين. هرجع تاني الوضع هنا زي ما أنتم شايفين، هروح للفيز 3. فيز 3 عشان اقيس تيارها توالي بفتح مسارها، هنفتح مسارها هنا كده عشان بس اخد نقطة اوصل عليها اهي، يبقى اخد نقطة مع اللود والنقطة اللي انا فاتحها اهي، يبقى كده انا قفلت فيز 3 مع الاميتر بقيت 12 ملي امبير. يبقى الثلاثة تيارات الخاصين بالفيزز او تيار الفيز في الثلاثة متساوي عشان عندي بالانسد لود. نروح للتيار اللاين، انا عايز تيار ال1 وال2 وال3، يبقى اعمل ايه عشان اجيب التيارات؟ تيارات، يبقى افتح التيار اللاين، بصوا كده تيار اللاين فين؟ ادي اللاين عندي، يبقى كده ما وصلوش مباشر مع النقطة دي، أعمل إيه؟ أفتح المسار ده. المسار ده أفتحه وأحطه في أي نقطة كده عشان أجيب تيار اللاين. أجي الأميتر أوصل نقطة هنا مع النقطة دي، يبقى كده أنا قفلت مسار اللاين بالأميتر. طالع كام؟ تقريبًا 23.2 ملي أمبير، التيار زاد صح؟ لأن تيار اللاين في الدلتا، تيار اللاين في الدلتا بيساوي جذر 3 تيار الفيز. يبقى تيار اللاين بيساوي جذر 3 تيار الفيز. خد 12 اللي احنا جبناها من شويه اضربها في جذر 3 او 14 اضربها في جذر 3 هتطلع تقريبا 23 زي ما احنا قلنا. ده تيار اللاين الاولاني، نرجع المسار زي ما هو. هنروح ل L2، ادي L2 زي ما انتم شايفين اهو، ده L2. هفتح المسار بتاعه، يبقى افتح المسار اوصله بره كده هنا بالنقطه دي كده، تمام؟ ادي كده طرف اميتر، واروح قافل مع النقطة التانية اللي كانت متوصلة مع الأصلية. كده أنا قفلت مسار الاثنين 23 تقريبا برضو، اللي هو جذر 3 ال 12. تمام؟ نرجعه تاني لأصله. نروح ال 3 تيار اللاين ال 3 أهو. هبتدي أنا عايز أقيسه، يبقى أفتحه، يبقى أنا بجيب كده نقطة مساعدة هنا في أي حتة كده أهي. تمام؟ واجي كده اقيس بين النقطة دي ونقطة اللي كان متوصل الاصل بتاعها. تقريبا برضو قيمة قريبة جدا، احنا لو ضغطنا كده تقريبا 23 زي ما انتم شايفين. تمام؟ قريبة قوي. يبقى 3 او 21 اهو. التلات تيارات اللاينز متساويين، تمام؟ وهو نفس تيارات اللاين الخاصة بالجنريتور كده، تمام؟ ده احنا كده اشتغلنا في الدلتا بالانسد لود. يبقى دلتا بالانسد لود اختصارا انا موصل الجنريتور ستار، يبقى الجنريتور ستار واللود دلتا. الفولتات الخاصه بالفيز في الدلتا هي نفس الفولتات اللاين الخاصه بالجنريتور في تساوي. الفولت الفيز في الدلتا هو نفس الفولت بتاع اللاين بتاع الدلتا برضو بتاع اللود. وقلنا ان تيار الفيز عندي بقيسه عادي، وتيار اللاين هنا بيساوي جذر 3 تيار الفيز، تمام؟ ده كان خاص بتجربة البالانسد لود. هنرجع التجربة لأصلها. هنبتدي دلوقتي نشتغل انبالانسد لود. انبالانسد لود أعمل إيه؟ هخلي التلاتة لود غير متساويين، بمعنى
ان انا هشيل كل دول هجيب 3 غير متساويين في القيمة، واحدة 1 كيلو، واحدة عندي 680، واحدة 470. تمام كده التلاتة غير متساويين. هتقول يا باشمهندس ممكن 2 متساويين واحدة مختلفة؟ اه يبقى انبالانسد لود، واحدة بس مختلفة فيهم تكفي انها تحقق شروط الانبالانسد لود. تمام يبقى ادي التلاتة مختلفين. هنوصل الواحد كيلو فوق هنا كده، هنوصل التانية هنا 680، والتالتة اللي هي 470 هنا كده، هنشغل انبالانسد لود. الجهود الخاصة بالجنريتور ما اختلفتش، هي هي. هنقيس الجهود الخاصة باللود، هنبتدي نقيس الجهد زي ما احنا قلنا. خلي بالك انا شغال انبالانسد لود، يبقى الثلاثه غير متساويين. هنبتدي نقيس الفولت زي ما قلنا، ادي الفولتميتر اي سي. هنبتدي نوصل او نقيس الفولت الخاص بالفيز الاولى، ادي الفيز الاولى اهي توازي طالع كام؟ 12، هو نفس الفولتج لاين بتاع الجنريتور. تمام هروح للود الثاني على طرفيه، تمام طالع تقريبا 12 خلاص. طبعا ده بسبب ان في تولرانس صغير في المقاومات. هنروح للود الثالث، اللود الثالث هنقيس على طرفيه، على طرفيه هنا، يبقى اقيس مع النقطه دي اهي اللي هي النقطه دي مع النقطه اللي فوق، طلع كام؟ 11.2 او 12. هنلقى الثلاثه فولتج الخاصين بالفيز او الفولت بتاع الفيز بتاع كل لود بيساوي الفولت بتاع اللاين بتاع كل لود، وفي نفس الوقت بيساوي الفولتج لاين بتاع الجنريتور اللي هو 12، مفيش اختلاف 12. تمام ليه؟ على الرغم ان انا شغال انبالانسد لود، لان جهد اللاين بتاع الجنريتور هو نفس جهد اللاين بتاع الدلتا، هو نفس جهد الفيز بتاع الدلتا، على الرغم ان هما ثلاثه انبالانسد لود. هروح نقيس التيارات. تمام اول حاجه عشان اقيس التيارات، اقيس تيار الفيز وتيار اللاين. تيار الفيز اعمل ايه؟ اجيب الاميتر الخاص بالتيار. هنقيس تيار الفيز ان انا افتح مسار الفيز الاولى اهي، ركز معايا كده، ده تيار الفيز الاولى ادي مظبوط كده تمام اهو، تقريبا طالع كام؟ 13.7. تمام نرجعه لاصله تاني. هروح لتيار الفيز الثانيه، تيار الفيز الثانيه افتح مسارها، افتح مسارها كده في اي حته هنا كده، واوصل اميتر توالي معاها تقريبا 19، تقريبا 19 ايه مل. تمام هنرجع تاني، نروح لنجيب تيار الفيزة الثالثه ان انا افتح مسارها، افتح مسارها كده في اي مكان. الفيزة الثالثه اهي، هنجيب تيارها، بصوا كده تقريبا كام؟ 27. هتلاقيهم هي اعلاهم في التيار، هي اعلاهم في تيارات الفيزز عندي. ليه؟ لانها اقلهم في قيمه المقاومه. تمام نرجع تاني، هنبتدي نقيس تيارات اللاين دلوقتي. هنقيس تيار اللاين الاول، ان انا بروح افتح مسار اللاين الاول ازاي؟ ادي اللاين الاول اللي هنا اللي واصل بال واحد اهو زي ما انتم شايفين كده، هفتح مساره واخليه في اي نقطه، واجي كده اوصل اميتر توالي هنا النقطه دي مع النقطة اللي أنا فتحت منها، هيطلع تقريبا 35. ده تيار اللاين، طبعا كبير تيار اللاين أكبر من تيار الفيز، بس هل هنا أقدر أطبق جذر 3 أي فيز؟ يعني الأي لاين بيساوي جذر 3 أي فيز؟ لا طبعا. ليه؟ لأن أنا مش عارف أنهي تيار فيز فيهم اللي هاخده وأضربه في جذر 3 عشان يطلع ده، فطول ما أنبالانس لود هنا مش هقدر أطبق القانون إن هو أي لاين يساوي جذر 3 أي فيز. تمام؟ طبعا أنا هرجع تاني بالأصل هنا أهو، هنروح نقيس تيار اللاين اللي هو خاص بال 2 اللي هو الاسمر ده، هنفتحه، هنفتح مساره. خلي بالك بفتح مسار المين ال 2 دلوقتي. تمام نيجي هنا كده نحط نقطه مساعده، هنقيس كده التيار بين هنا وهنا تقريبا طالع 28.5. تمام طبعا ما اقدرش اقول ان هو بيساوي جذر 3 اي فيز هنا، لان هو انبالانسد لود، انا مش عارف انهي اي فيز اللي هاخده. خلاص اروح ل L3، ادي L3 لاين 3 اهو كده، افتحه هنا اوصل النقطه دي مع النقطه دي، يبقى بقيس كده طلع تقريبا 38. خلاص تقريبا زي ما انتم شايفين كده التيارات مش متساويه، الثلاثه لاينز مش متساويه، وفي نفس الوقت ما اقدرش ان انا اقول بيساوي جذر 3 اي فيز عشان عندي انبالانسد لود. خلاص دي كانت تجربه ان انا بوصل ستار جينيريتور مع دلتا لود. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.
الله.